معك معك. اوكي، فاليوم بدنا نحكي في الفيجوال ميديا. So how can we utilize the visuals, نستخدم الرسوم والتوضيحات to ensure effective communication. Effective communication بيكون إنه you convey the meanings, إنك توصل الأفكار المعاني. وهذا المصطلح هو الدقيق, convey the meaning, مش transfer the knowledge أو transfer المعاني. ما بتنقلها نقل, بتوصلها تشرحها. كمان you need using the visuals, الرسم البياني والصور, you can eliminate misunderstanding. وهدول ال meanings وال misunderstand أو meanings with the right understand or right يعني eliminating misunderstanding, conveying the right meanings, هي اللي بتعملنا effective communication, بكون الاتصال والتواصل ناجح. So we can represent data with visuals. الفيجوالز توصل لدماغ للقارئ, بفهمها أسرع من أنه تقعد تكتب ليها نص وأرقام. في سلايدز, طبعاً هذا موجود بالكتاب, هون في فيديوز بشرح لك على الفيديو على كيف ممكن تستخدم الفيجوالز. وبحب حابب أفرجيكم هيك سلايد كتير كتير حلو من كتاب قديم كنت أنا أستخدمه زمان, بس بحب أستخدم وأفرجيكم إياه. أظن السلايد جاهزة, شايفين واضحة. فبنحكي على الأورال كوميونيكيشن واستخدام الفيجوالز. هلأ بدنا نركز شوية على الأورال كوميونيكيشن, لأن كيف توقف تحكي قدام الناس. أوكي؟ فأول إشي الكاركترستيكس of an effective presentation. شو خصائص البرزنتيشن الناجحة؟ زي بكرة الشباب بدهم يوقفوا ويعملوا presentation within 15 minutes. كيف توصل, how you can convey the meanings to the listeners effectively without misunderstanding. First of all, you need to know the subject very well. You need to know the subject very well. If you don't know the subject, you will not be able to convey the meanings. You will not be able to present your idea enthusiastically. Second, you need to know the audience with whom you are, for whom you are presenting. لمين انت بتحكي. Also, you need to do to have a presentation styles, style تبعك, هل هو direct ولا indirect style, أظن شرحناهم سابقا. Also, you need to use the ABC strategy. والABC strategy حكيناها لما كنا نشرح الريبورتس. الwritten report إلو strategy اسمها ABC, Abstract, Body and Conclusion. Also, the presentation has an ABC strategy, مقدمة, Body and Conclusion. أنا إيميل فيديو. Factors affecting media selection. زي ما حكينا, في عنا إشي اسمه personal skills, مهارات. الكاريزما, اللوكس, اللانجويج سكيلز, الريبيتيشن, البادي لانجويج, كل هدول بعطوك بيرسونال سكيل. يور بادي لانجويج, وانت بتوقف تحكي مش توقف تحكي هيك زي الصنم, بدك تتحرك شوي, لغتك, ايديك, حركاتك. يور ريبيتيشن حكينا المحاضره الماضيه عنه, سمعتك قبل ما تروح على البرزنتيشن. مهاراتك في استخدام اللغه, لبستك, انت كيف لابس, الكاريزما تبعتك, هاي كلها تعطيك ability for effective communication. طبعا the subject, the complexity والinterest, ان هذا الموضوع فيه تعقيد والناس بتحبه وتهتم فيه. طبعا الاودينس زي ما حكينا, الفئات العمرية, جنسهم ذكور اناث, مستواهم التعليمي, demographics, knowledge about the subject, أهم إشي. Their knowledge about the subject. طبعاً واستخدام الميديا, أي وسيلة بدك تستخدم الميديا. هدول بعطوك effective communication skills في البرزنتيشن.
طبعاً الأورال كوميونيكيشن والبرزنتيشن ومستقبلك. It is very important for you. Guidelines for present preparation and delivery. هدول كلهم رح نشرحهم هلا. فالpresentation and your career. Your ability in developing or conveying good presentation هو رح ديك مستقبل مهني ناجح. اللي بيرتقوا في حياتهم المهنية بيعرفوا يعملوا presentation, بيعرفوا good communication. تتذكروا كمان حكينا على first impression. كيف تعمل good first impression? Competent speaker. أنت متحدث متمكن. You need to be prepared carefully. أنت متحضر للpresentation قبل بوقت. You research the subject or you know the audience زي ما حكينا. ما بتروح تحكي في موضوع وانت مش بتمكن منه وعارف مع مين بتحكي. هن بدهم تحكي معهم بأي مستوى. Also you need to practice. انت تتمرن أكتر وأكتر. كل ما عملت تمارين أكتر انت يعني you master the presentation. الممارسة. Performance, perform with enthusiasm. انك بحماسة توقف تحكي فيهم تحسسهم انك انت بتحب الموضوع. هذا اشي اساسي تعمل deliver presentation. الاشي الثاني know your listeners. انت مع مين بتحكي زي ما حكينا. They cannot rewind the tape. ما بقدر وانت بتحكي الكلمة اللي بتطلع بتقدرش ترجع الكلمة يعني خلص راحت طلعت. بعدين الناس اللي بتسمع إذا ما انتبهت عليك بتقدرش ترجع الكاسيت زي ما قولوا. والناس كمان في إشي اللي هو تقعد تعمل برزنتيشن نص ساعة الناس تقدرش تتحمل. ففي إشي اسمه attention span. الattention span قديش الناس تقدر تركز معاك. لما انت بتيجي توقف تشرح الناس بتقدر تركز معك 10 دقائق ربع ساعة مش أكتر. تقعد تقولي أنا شرحت نص ساعة ولا ساعة that's not good. Preacher Maxim زي ما حكينا الـ ABC Abstract Body and Conclusion. هذا الـ Preacher Maxim اللي هو القس Maxim بيحكي الـ Abstract اللي هي tell them what you are going to tell them. احكي لهم عن إيش الـ Presentation اللي هي المقدمة. بعدين بتشرح المقدمة. Then you tell them. تشرح قد ما بدك. Then بتأكد على اللي شرحته. بتعيد بتأكد النقاط الأساسية اللي شرحته. هلا أي واحد بده يعمل presentation بده يشتغل على هاي الطريقة. فممكن يبدأ يقول إنه البرزنتيشن تبعتنا اليوم عن موضوع كذا كذا. رح نحكي في المواضيع التالية. 1, 2, 3 مواضيع. بعدين بتبلش تشرح المواضيع. بعدين بتخلص البرزنتيشن بترد بتأكد على الناس انه احنا حكينا المواضيع 1, 2, 3. طبعا few points زي ما حكيت كمان قبل شوية في التعليقات ما بصير يعني ركز على كم من نقطة وخلص. في اشي اسمه triangulation اللي هو التثليث زي ما حكيت أو كلكم تعرفوا الخطاب تبع الشهيد ياسر عرفات لما طلبوا منه يتنازل عن الأقصى أو بيبعدوه أو بقتلوه فكان رده لهم قال لهم شهيدا التثليث يعني بتأكد على كلامك. في إشي اسمه الكيو كارد والأيديا كارد. لما بدك توقف تحكي قدام الناس برزنتيشن ما تكون حافظ اعمل كيو كاردز كروت فيها ملاحظات انت بصير تقرأ منها وهذا اشي كتير حلو. بالعكس في ناس بقال بيستو او لازم يكون حافظ هذا الاشي خطر. ما تقعد تقرأ زي اللي بيقرأ جريدة او تكون حافظ ميمورايزيشن. استخدم هدول الكيو كاردز نقاط. براكتس هدول اهم 3 شغلات أساسية. أوكي؟ عشان تقدر تكون متمكن من البرزنتيشن. تمرين. Practice. طبعاً speak with enthusiasm.
استخدم البادي لانجوج الوقفة تبعتك والجستشرز حركات ايدك والوقفة تبعتك البوستشر هدول بتساعدوك. في اشي كتير ضروري اللي هو rhetorical questions اللي هو grammar at the beginning of the speech. في بداية التقرير ممكن تعمل اشي تلفت تجذب انتباه الناس بسموه grammar. You grab. ممكن تسأل سؤال مثلا Have you ever wondered how you might improve the quality of the teaching and learning process? أو زي التقرير اللي عن نابلس، في حدا بيعرف كم كانت مكانة نابلس في القرن الـ18؟ تسأل أسئلة تجذب انتباه الناس. كمان عشان تنتقل من نقطة لنقطة تقدر تحط كلمات تأكد على النقطة اللي أنت بتحكي فيها عشان تنتقل للنقطة الثانية اللي هو transition point بسموه. كيف تأخذ انتباه الناس؟ أوكي؟ زي ما هون مكتوب هون Now that we have examined the KSF زي ما اليوم شرحنا وفهمناكم 1 2 3 هلأ بدي أحكي عن كمان إشي كتير ضروري ومهم هيك أنت بس خلي الناس تنتبه. الآي كونتاكت دائما خلي آي كونتاكت تواصل لما بتقعد قدام الناس تطلع فيهم في عينيهم. إذا كان عندك لارج أودينس أنت بتحكي في مدرج بدك تستخدم ABC strategy هاي تطلع على هدول اللي بهاي الشقة اللي بالنص اللي على الطرف اللي على اليمين على الشمال بالنص وانت واقف على المدرج أو بالمحاضرة. طبعا تستخدم الجرافيكال فورماتس اوكي الصور والجرافيكس والاوديو والفيديو كل هدول بيساعدوك عشان توصل to convey the meanings. الايتمايزيشن ان اعمل نقاط زي ما انتم شايفين نقطه 1 نقطه 2 هذا اسمه ايتمايزيشن. ايتم 1 زي هيك مثلا رقم 1 رقم 2 رقم 3 النيرفسنس اللي بيكون متوتر الأدرينالين بيطلع عنده أول مرة بوقف قدام الناس عشان هيك نام منيح تمكن من كون متمكن من السبجكت اللي أنت تدرس فيه. طبعاً أنت بتوقف قدام الناس تطلع على الناس اللي بتعرفهم هدول بيساعدوك ترتاح أوكي؟ افهم الموضوع عشان to stay calm تكون هادي دائما انت متمكن من الموضوع وانت عارف مع مين بتحكي. قبل ما تعمل presentation روح امشي لك هيك وركز شوي على النقاط الأساسية. وهيك خلصنا محاضرة بتمنى تكون استفدت منها. اوكي في حدا عنده سؤال؟